رحيم أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقات الخير والبركة مع تحدياتنا ضمن فعاليات المحلي السادس بيومه الثاني. نتابع انطلاقة أشواط الصغار، أشواط الحقائق، والشوط الثالث لفئة الحقائق بكاري ينطلق من مسافة 4 كيلومترات مع هذه الشعارات المندفعة والمتواجدة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، باحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا الصباح وفي هذه التحديات الجميلة. نتابع تحديات المقدمة وصدارة الشوط، المقدمة وأول منطلقين هنا على صدارة هذا الشوط. الطليعة لجابر بن جار الله بن جابر المري ينطلق مباشرة مع الطليعة على صدارة هذا الشوط مندفع مع البداية ومع التحديات الأولى، بينما المركز الثاني يتابع القادمة هنا الرياضية عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة قادما مع الرياضية يحتل المرتبة الثانية، بينما المركز الثالث يتابع القادمة هنا ارتياد لحمد بن جابر بن حمد البريد المري قادما هنا بشعاره المتميز قادما مع ارتياد على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتابع القادمة العنود لسالم بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي قادما بتحديات العنود مع المركز الرابع. انتقل مباشرة مع صاحبة المركز الخامس القادمة بهذا الانطلاق وبهذا التحدي، شوق لدخيل بن طالب بن علي الجربوع المري، هذا هو شعار بن عمارة قادما بتحديات وانطلاقة شوق، وشوق مشتاقة للناموس والإنجاز. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى المنطلقة في تحديات ومسار هذا الشوط بأول نداء اتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام. أعود مع البداية ومع مقدمة الشوط، هناك الاندفاع، الطليعة ما زالت في طليعة هذا الشوط، تنطلق مع البداية، تقود هذه الانطلاقة المتميزة وتتصدر الموقف بهذا الاندفاع على صدارة الشوط بقيادة جابر بن جار الله بن جابر البريد المري قادما بتحديات الطليعة على صدارة هذا الشوط مندفعة مع التحدي ومع الاندفاعات الجميلة، بينما المركز الثاني أتابع المركز الثاني الرياضية عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة متابعا في هذا الانطلاق وبهذا التحدي في مسار الرياضية المتواجدة مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع ارتياد لحمد بن جابر بن حمد البريد المري في متابعة سلمان بن حمد البريدي قادما في متابعة هذا الشوط، يتابع هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل مع ارتياد على المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع ارتياد أخرى تشارك هنا بشعار صالح بن محمد بن علي السندوانة المري قادما مع ارتياد على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا مستمعين الأفاضل أتابع بروق لصالح بن طالب بن صالح بن عقيل النابت هنا قادمة، بروق بأول نداء على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى المنطلقة في تحديات ومساري هذا الشوط، بينما أعود مع البداية مع تحديات المقدمة في منافسة هذا الشوط مع تحديات الانطلاق مع الطليعة، والطليعة ما زالت هنا تتطلع لانتزاعها لناموس هذا الشوط بقيادة جابر بن جار الله بن جابر البريدي مع البداية يني التحديات الأولى والانطلاقة الأولى مع الطليعة، والطليعة ما زالت في صدارة هذا الشوط تعبر لوحة الكيلومتر الأخير متجهة نحو خط النهاية بأداء متميز وباندفاعة جميلة مع جابر بن جار الله بن جابر البريد المري مع البداية يندفع في صدارة هذا الشوط، ولكن ارتياد مع المركز الثاني بقيادة حمد بن جابر بن حمد البريد المري هنا تصل مع المركز الثاني، ولكن أعود مع البداية ومع تحديات المقدمة. الله
الله الله الله الله الله الطليعة ما زالت مع البداية، شعار بن عفرة مع البداية ينطلق بتحديات جابر بن جار الله بن جابر البريد المري. نسير مع البداية ومع مقدمة هذا الشوط، الطليعة ما زالت تواصل مسيرة التحدي والانطلاق والانفراد في تحديات هذا الشوط. جابر بن جار الله بن جابر المري يسير بخطى ثابتة نحو الناموس ونحو الانتصار باندفاعه وبانطلاق وبتحديات الطليعة. ها هي تتطلع الى انتزاع الناموس وتحقيق الانجاز، يحقق هذا الانجاز جابر بن جار الله بن جابر البريدي المري. بدت الحركة وبدت الأوامر مع الطليعة، والسلام وتحية واحترام إلى أم صلار على هذا الانتصار الجميل وناموس هذا الشوط. مع الطليعة تواصل من البداية لين النهاية مسيرة تحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لجابر بن جار الله البريد المري على فوز الطليعة وتحقيق للإنجاز. المركز الثاني جاءت ارتياد لصالح بن محمد بن علي السندوان المري. المركز الثالث مركز الثالث جاءت شعاع لمحمد بن علي بن عامر الفهيد المري. المركز الرابع جلمودة لسعيد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية. المركز الخامس ارتياد لحمد بن جابر بن حمد البريت المري. إذن مشاهدينا مستمعين الأفاضل، ها هي المنافسة وتحديات هذا الشوط. فجاءت الطليعة في مقدمة هذا الشوط محققة هذا الإنجاز بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق بدون ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجابر بن جار الله بن جابر البريد المري على فوز الطليعة وتحقيقها للإنجاز. المركز الثاني جاءت في المركز الثاني ارتياد بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق 3 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن محمد بن علي السندوان المري على فوز ارتياد في المركز الثاني. بينما المركز الثالث جاءت في المركز الثالث شعاع في المركز الثالث بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق 7 ثواني بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن عامر الفهيد المري على فوز شعاع.